الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم. وبالطبع في لبنان من أجواء التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، نتنياهو يدير ظهره للوساطة الأمريكية الفرنسية لوقف النار، ووزير دفاعه يقر المراحل اللاحقة للقتال، وأهالي جنوب وشرق لبنان إما نازحون أو لاجئون. كل هذه الملفات نناقشها بالتفاصيل، والبداية بالعناوين. إسرائيل تستهدف قائد الوحدة الجوية لحزب الله بقصف استهدف ضاحية بيروت، والحزب ينفي ويرد بإطلاق عشرات الصواريخ. نتنياهو يجهض مساعي واشنطن وباريس لوقف النار، ووزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب شاملة ويمرر مساعدة عسكرية لإسرائيل. رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد مواصلة استهداف حزب الله في كل مناطق لبنان. جالنت يقر المراحل المقبلة للهجوم. ووسط النيران المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، مدارس لبنان تتحول إلى للنازحين، والحدود مقصدا للاجئين. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين إلى الأخبار الليلة، معكم المبروك صغير. لليوم العاشر على التوالي يتواصل التصعيد العسكري الاستثنائي بين إسرائيل وحزب الله، وباتت المواجهة تتخذ طابعا يوحي بقرب الانجرار إلى حرب شاملة. الجيش الإسرائيلي أعلن شن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، ليتبين لاحقا أن الهدف هو قائد وحدة القوات الجوية في حزب الله محمد مسرور، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله، فيما أكدت مصادر الحدث أنه أصيب بشكل بالغ لكنه لم يمت. في الموازاة قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى تدريبا يحاكي مناورة برية في لبنان، وأضاف أن تدريبات اللواء السابع جرت على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية. في المقابل واصل حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، وأفاد مراسل الحدث أن الحزب أطلق أكثر من 150 صاروخا صوب مدن إسرائيلية في الجليل الأعلى. أنا بالموقع على جامع القائمة، حي ضربت قدامي ضربت قدامي ضربت. السلام عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، على مجلة النشط علي بيس لخدمة الخبر العاجل المباشر. كصفونا على الصراط السيد هادي هلا في ضحية الإباء والشرف والمقاومة الضحية الجنوبية مباشرة على مجلة النشط علي بيس. عدو الصهيوني غارة كثير كبيرة على الضاحية الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركينا الكرام. هاجم الجيش الإسرائيلي 8 معابر حدودية بين سوريا ولبنان، وقال الجيش إنه نفذ ضربة جوية على نقطة حدودية سورية مقابل بلدة الهرم اللبنانية، وأضاف أن المعبر استخدمه الحزب لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان. كان وزير النقل اللبناني علي حمية قد قال في وقت سابق لرويترز أن الضربة الإسرائيلية أصابت الطرف السوري لجسر صغير الذي يوفر معبرا إلى لبنان.
شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت فيها العضو في حزب الله علي محمد محمود وهو من منطقة بعلبك بصاروخ أصاب سيارته في بلدة الكحالة المسيحية في جبل لبنان على طريق بيروت دمشق. كانت البلدة شهدت في أغسطس من العام إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين ووقوع إصابات بسبب انقلاب شاحنة تحمل ذخائر تابعة للحزب، وانقلبت الشاحنة التي قال الحزب أنها كانت متجهة من البقاع شرق البلاد إلى العاصمة بيروت. والآن نذهب إلى جولة مع شبكة مراسلين من القدس. تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة، من مرج عيون موفد الحدث أحمد بجاتو، من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف، ومن بيروت موفدة الحدث ريمي درباس. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من الجنوب مع ناهد يوسف وتطلعنا على الوضع الميداني من هناك. يعني مبروك، في هذه الأثناء كانت هناك غارة بين بالقرب من بلدة زوطر، أعتقد أنها مقابلة للزميل أحمد بجاتو حيث يتواجد، ولكن كان هناك سلسلة من الغارات في الساعة الأخيرة كانت شملت بلدات في دير الزهراني ومعروب والغزية. هذه بلدات تقع بين أقضية الزهراني وأيضا صور والنبطية. سلسلة من الهجمات قامت بها إسرائيل والغارات الإسرائيلية التي استهدفت تلك المناطق. كانت أيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم منذ بعض الوقت. هذه الغارات مبروك لم تتوقف طيلة ساعات الليل وساعات النهار، وشملت عدة بلدات في صور وفي نبطية والزهراني. في صور كانت هناك غارات مكثفة استهدفت أبنية سكنية وأحياء سكنية، كما في النبطية لم تتوقف هذه الغارات، وبسبب هذه الغارات المكثفة على منازل على جانبي الطرقات قطع عدد من الطرقات بين الداخلية بين البلدات الجنوبية، وذلك بسبب الركام والردم من هذه المنازل وصعوبة تمكن يعني صعوبة اقتراب سيارات الدفاع المدني أو المسعفين لإعادة أو العمل على إعادة فتح هذه الطرقات، لأن إسرائيل أيضا تستهدف سيارات الدفاع المدني والمسعفين، وكان قتل عدد منهم خلال الأيام الأخيرة. إذن لا تزال هذه الغارات تتواصل بكثافة، أعداد القتلى أيضا والإصابات ترتفع حتى هذه اللحظة. بحسب وزارة الصحة فقط اليوم قتل 61 شخصا جراء الغارات المتنقلة بين جنوب لبنان والبقاع بشكل عام، يعني لعدم توقف هذه الغارات ولأنها تستهدف مدنيين بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية. غير ذلك كان هناك سلسلة من الرشقات الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، التي تركزت أيضا على حيفا وطبرية وصفد. كان لافتا يعني كان هناك سلسلة من العمليات مبروك التي قام بها اليوم حزب الله. آخر رشقة كانت منذ حوالي الساعة أطلقت من جنوب لبنان، وكانت تعمل صواريخ الاعتراضية التي رأينا الكثير منها ينفجر اليوم فوق الأجواء اللبنانية مع كل رشقة صاروخية تطلق من جنوب لبنان. ولكن حزب الله كان يصدر بيانات بكل العمليات التي يستهدفها. آخر بيان كان لافتا حقيقة، لأنه قال بأنه استهدف مدينة صفد بثمانين صاروخ، وقال في البيان، هو دائما في بياناته يقول بأن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وعن المدنيين. هذا ما بات يرده في بياناته في الثلاث في الأيام الأخيرة أو ربما منذ يوم الاثنين أو منذ توسع الحرب. اليوم استبدل هذه العبارة أو أكملها بجملة بأن هذه العملية أتت ردا على استباحة إسرائيل للقرى والبلدات والمدن والمدنيين. قد تكون إشارة من حزب الله إلى أنه سيبدأ أيضا باستهداف المدنيين. لا يمكن الجزم بذلك، ولكن هذا الإيحاء من هذا البيان، خصوصا وأنه قال استهدف مدينة صفد، على عكس معظم البيانات أو كل البيانات التي عادة ما يحدد فيها ما هي الاستهدافات من مواقع إسرائيلية، من مواقع عسكرية أو ثكنات أو معسكرات أو قواعد جوية، لأن عادة استهدافات حزب الله هي تكون لقواعد عسكرية وليس لطرقات أو مدنيين. أيضا كان هناك سلسلة من الأهداف اليوم قام بها، نذكر منها قاعدة شمشوم التي
نفذها بأسراب من المسيرات الانقضاضية. هي فيها مركز تجهيز قيادي كان استهدف مستعمرة جديدة اليوم هي أحيهود استهدفها بخمسين صاروخ تقع في الجليل الغربي وتبعد حوالي 9 كيلومترات من عكا قاعدة عمعات قرب طبرية. أطلق صواريخ أرض جو اليوم أيضا بدفاعاته الجوية باتجاه طائرتين كانتا فوق البحر قبالة بلدة عدلون أطلق هذه الصواريخ لإجبارها على التراجع وهو المشهد يتكرر بات يوميا. أيضا قام باستهداف قاعدة دادو في صفد هذه القاعدة على مدى 3 أيام يقوم باستهدافها فيها مقر قيادة الفرقة الشمالية بالإضافة إلى استهدافه كرياتشمونة وأيضا مجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمال حيفا. طيب. إذن باتت هذه الاستهدافات تتوسع ما كنا نشهده في بداية الحرب بطبيعة الحال تغير وباتت الاستهدافات في العمق الإسرائيلي خصوصا في مدينة حيفا. نذهب الآن إلى أحمد باجاتو وموفد الحدث من مرج عيون وما تحدثت عنه ناهد أحمد حول لربما ضربات جديدة في المنطقة المقابلة لمرج عيون. نعم قبل قليل كان هناك غارة استهدفت منطقة بالقرب من كفر شوبة والطبع كما ذكرت وأوجست الزميلة ناهد كان هناك قصف وضربات استهدفت بعض المناطق في قضاء النبطية وصور دعني أوجزها لك في بعض المناطق نحن نتحدث عن كفر حونة وأيضا عدلون والغازية ومعروب ودير الزهراني ونبطية فوقة وتولين وجبشيت والطيبة وأرنون هذه المناطق تم قصفها خلال الساعتين الماضيتين من قبل الطيران الإسرائيلي الذي يقول أنه يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله ومنصات لإطلاق الصواريخ لكن ما نراه رؤية العين هو أننا نشرف على هذه المناطق من تلة مرتفعة وأن هذه المناطق هي مناطق سكنية بالدرجة الأولى. حزب الله من جهته يرد على هذه الاستهدافات بإطلاق رشقات من الصواريخ التي تستهدف قواعد عسكرية في مجملها. حزب الله أطلق اليوم ما يزيد عن 150 صاروخا منها 80 صاروخ تجاه صفد وحدها وهذا يوضح يعني اتجاها جديدا لحزب الله لأنه كان يستهدف في الأيام الماضية فقط المناطق والقواعد العسكرية حتى أنه كان يحذر المواطنين في إسرائيل من التواجد بقرب من هذه المقرات التي سيتم ضربها لأنها يعني مقصودة لأنها تساهم في ضرب أو تساهم في يعني إبادة الشعب اللبناني على حد وصف البعض. تبقى هذه ضربات مستمرة بين الجانبين سواء الغارات الإسرائيلية وأيضا الرد بالصواريخ من جانب حزب الله الذي استهدف أيضا بمسيرتين أو بسرب من مسيرات قاعدة شمشون هذه القاعدة التي استهدفها نظرا لأنها يتواجد بها يعني أو تمثل دعم يعني تؤدي دعما لوجستيا للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. أيضا كان هناك أو قامت المضادات الأرضية التابعة لحزب الله باستهداف طائرتين حربيتين إسرائيليتين قادمتا من اتجاه البحر باتجاه عدلون لكن حزب الله قال أن المضادات الأرضية تصدت لهما وأجبرتهما على الخروج من الأجواء اللبنانية. المواطنون هنا بالطبع يعني في الأرض على أرض الواقع لا يشعرون أن ثمة توقف لإطلاق النار على الإطلاق إطلاق النار يرون أنه سيستمر وربما الكثيرون منهم قالوا لنا في أثناء ذهابنا وقدومنا إلى هذا المكان أنهم ربما إذا استمر هذا الأمر لعدة أيام قادمة سيغادرون مثلما غادر أقرباؤهم وبعض جيرانهم الذين يعني قرروا البقاء كانوا يراهنون على أن هذه الأمور ربما أو هذه الهجمات ربما ستنتهي قريبا لكن لا يبدو أن ثمة نهاية قريبة لهذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل. نذهب الآن إلى بيروت من هناك ريمي درباس. ريمي مساء الخير الوضع من عندك استهداف جديد إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت أي جديد فيما يتعلق بمعلومات حول المستهدف والقائد في الوحدة التابعة للحزب؟ في الحقيقة حتى الساعة لم يصدر حزب الله أي بيان لا نفي لفشل عملية الاغتيال ولا نعي لاغتيال محمد حسين سرور وهذا ما جرى يعني جرت العادة أن لا يصدر بيانات فور حصول عملية الاستهداف منذ بداية أو منذ التصعيد الذي بدأنا نشاهده منذ يوم الاثنين وحتى عند اغتيال قادة الرضوان. إذن حتى الساعة حزب الله لم ينفي ولم يؤكد
ولكن معلومات العربية الحدث أكدت أن المستهدف محمد حسين سرور في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت الذي حصل بعد ظهر اليوم أدى إلى إصابته إصابة بالغة، ولكنه لم يقتل في هذا الاستهداف، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي فور تنفيذه الاستهداف أكد أن نجاح العملية وأنه قتل. ونحن ما زلنا ننتظر بطبيعة الحال تأكيد حزب الله. سأذهب إلى الأرقام الحديثة أو آخر الأرقام التي تحدثت عنها وزارة الصحة اللبنانية، التي أشارت إلى 690 قتيل و 2316 جريح جراء الغارات الإسرائيلية منذ بداية الأسبوع فقط. وأما عن الأرقام الأخرى، لا سيما عدد مراكز الإيواء، هذا العدد الذي يرتفع تباعا، تحدثت أن مراكز الإيواء أصبح عددها 565 مركز، تشمل مدارس رسمية وجامعات ومعاهد وإلى ما هنالك. أما عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء فبلغ حتى الساعة 77,100 نازح حتى الساعة. هذه الأرقام يعني قابلة للارتفاع، لأن العمليات ما تزال مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي، وإذا ما استمرت هذه الأرقام سترتفع بطبيعة الحال، خصوصا أن هناك العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة بشكل يومي، إن كان في الجنوب أو في البقاع أو في الضاحية الجنوبية، لم يغادروا منازلهم مع بداية التصعيد، ولكنهم يغيرون رأيهم ويطلبون المغادرة والنزوح ويسألون عن شقق أو مراكز أخرى، مع استمرار استهداف الضاحية الجنوبية. الاستهداف اليوم كان الاستهداف الرابع كما أصبح معلوما، نفذته إسرائيل بطائرة طائرات F-35، استهدف مبنى مؤلف من 4 طبقات إلى جانب الضاحية الجنوبية. كان اللافت اليوم مبروك هو الاستهدافات الفردية، يعني أقصد عناصر حزب الله، كما حصل في الكحالي وكما حصل في الهرمل في منطقة القصر. في الكحالي على طريق عام الكحالي تم استهداف سيارة لأحد الأشخاص، تبين لاحقا أنه ينتمي إلى حزب الله، وهو الاسم يعني بحسب المصادر علي حمود، بحسب مصادر الحدث تم استهداف أصيبة السيارة بمسيرة إسرائيلية، وقد نقل إلى أحد المستشفيات. وضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا. الحادثة الثانية استهداف دراجة نارية أيضا أصيب فيها شخص في الهرمل في منطقة القصر الحدودية. يمكن الحديث عن كما قلت يعني نوع جديد من الاستهدافات بدأت تنتهجه إسرائيل، غير اغتيال القيادات في الضاحية الجنوبية، بدأت استهداف عناصر تلاحقهم أينما وجدوا. نذهب إلى القدس، من هناك الصحفية هبة مصالحة. هبة، مصادرنا تتحدث عن إصابة القيادي سرور إصابة حرجة، في حين الحزب لم يتحدث نهائيا حتى الآن، لم ينفي ولم ينعي حتى هذه اللحظة القائد. ماذا عن إسرائيل؟ هل هناك تأكيدات بأنها قتلته؟ نعم، لكن دعني أشير إلى أن صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات غلاف غزة، خشية من سقوط صواريخ أو من رشقة صاروخية. صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بما يخص عملية الاغتيال التي قام بها الجيش الإسرائيلي، والذي اعترف بتنفيذه لهذه العملية بصاروخ دقيق من طائرة F-35. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذه الطائرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية الاغتيال نفذ بها سلسلة من عمليات اغتيال سابقة في غضون أقل من أسبوع، وأيضا قام بمحاولة لعملية اغتيال أيضا محمد الضيف بنفس هذه الطائرة. الجيش الإسرائيلي أكد بحسب بيانه وادعى بأنه استطاع اغتيال محمد أسرور قائد الوحدة الصاروخية، وحدة المسيرات بحسب الجيش الإسرائيلي في حزب الله. وأيضا جاءت هذه عمليات الاغتيال أيضا تلاها رشقة صاروخية على مدينة صفد من 80 صاروخا، وهي تعتبر الرشقة الصاروخية الأكبر منذ 8 أكتوبر، تطلق مرة واحدة باتجاه المناطق الإسرائيلية. الحديث عن سقوط صواريخ في منطقة رشبينة أيضا بالقرب من هذه المنطقة، بالقرب من مدينة صفد، وأيضا الحديث عن اندلاع حرائق بالقرب من أيضا قاعدة
ميرون الجوية العسكرية في جبل الجرمق، وأيضا الحديث عن إصابتين اثنتين في منطقة كفر مندا نتيجة الرشقة الأخيرة التي أطلقها حزب الله والمكونة من 20 صاروخا، هذه الرشقة الخامسة خلال اليوم، والحديث عن أكثر من 170 صاروخا أطلق باتجاه المناطق الإسرائيلية من جنوب لبنان. الحديث عن الإصابات بين المتوسطة والطفيفة، كانت الرشقة الأخيرة نيتها الوصول إلى كريات آتا بضواحي مدينة حيفا، والحديث عن أن حزب الله ما زال لم يستخدم حتى الآن الصواريخ الدقيقة، على الرغم من أن التقديرات والحديث بوسائل إعلام إسرائيلية بأن التقديرات كانت بأن حزب الله في حال كان هناك توسيع للعمليات من قبل الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي سيقوم بإطلاق ما لا يقل عن 1000 صاروخ، ولكنه حتى الآن أكثر لم يطلق إلا 300 صاروخ والتي كانت قبل يوم أمس. الحديث الآن عن أكثر من 170 صاروخا خلال هذا اليوم، وأيضا الجدير ذكره ما صرح به قبل قليل قائد سلاح الجوي في الجيش الإسرائيلي، والذي أكد أن العمليات التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي الآن بهذا التوقيت في لبنان هو لمنع عمليات أو نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، لذلك من المتوقع أن تشهد أيضا المناطق بعد هذا التصريح الحدودية بين لبنان وسوريا المزيد من العمليات، وخاصة في ظل الحديث عن استهدافات الجيش الإسرائيلي للمناطق الحدودية بين لبنان وسوريا وأيضا في المناطق في المثلث الحدودي. نعم. ولذلك أيضا الترجيحات في إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي حتى الآن ولا يمكن التنبؤ بأن تكون هناك تسوية سياسية، خاصة في ظل تعنت وزراء الحكومة بمسألة توسيع العمليات والضغط على حزب الله حتى إضعاف قدراته العسكرية. من القدس الصحفية هبة مصالحة، شكرا جزيلا لك، والشكر لموفد الحدث أحمد باجاتو من مرج عيون، وأيضا من جنوب لبنان الشكر لمراسلة الحدث ناهد يوسف، ومن بيروت الشكر لموفدة الحدث ريمي درباس، شكرا جزيلا لكم جميعا على كل هذه الإيضاحات. ونذكر بهذه الأخبار العاجلة عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي يتحدث عن الاستعداد مع قيادة المنطقة الشمالية للدخول بمناورة برية في لبنان، وأيضا قرار الدخول البري إلى لبنان سيتخذ من المستوى السياسي، والضغط الذي يمارسونه سيكون تحت الأرض وفوقها في الجنوب وفي بيروت، هذا نقلا عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي قبل لحظات. أيضا هناك أخبار عاجلة واردة من البيت الأبيض تتحدث عن مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان بأنها أطلقت بالتنسيق مع إسرائيل، ولا نعتقد بأن الحرب الشاملة هي الحل كما يقول بيان التابع للبيت الأبيض. البيت الأبيض وفي بيان له يقول بأن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سيعقدون محادثات بشأن لبنان في نيويورك هذا اليوم. إذن هذه هي أبرز الأخبار العاجلة أوردناها لكم مشاهدينا. وبعد حديث عن مساعي دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل، أعلنت الأخيرة اليوم رفضها مقترحا لوقف إطلاق النار. في تحدي لحلفاء من بينهم الولايات المتحدة دعوا إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع لإعطاء فرصة للدبلوماسية لتجنب حرب أوسع نطاقا. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود ما بين إسرائيل ولبنان، كما عبرت عن دعمها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غادر تل أبيب للقاء كلمة أمام الأمم المتحدة نفى الأنباء التي تحدثت عن أن نتنياهو طلب تخفيف الهجمات المتواصلة على لبنان في إطار المواجهة مع حزب الله. وأضاف مكتب نتنياهو أنه لم يرد على المقترح، وأنه أصدر تعليماته للجيش لمواصلة القتال بكامل قوته وفق قوله. يا الله، يا الله.
ينضم إلينا الآن الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان. شكرا لوجودك معنا شيخ محمد في هذه الساعة. هناك أسئلة كثيرة اليوم تدور في بال الجميع. أبدأ معك من بداية هذه المعركة من 8 أكتوبر. يعني هل قدم حزب الله إسناد لغزة أم دفن غزة؟ والآن ما نشهده في لبنان قد ينذر بالكثير من الخطر. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال أن جبهة الإسناد المزعومة تحتاج الآن إلى إسناد، والادعاء بأنهم كانوا يساندون غزة أثبتت التجربة أن أو الواقع أثبت أنهم لم يكونوا على هذا المستوى من الادعاء أو القرب من الواقع والحقيقة، بل غامروا ببلد كلبنان بدل أن ينأوا بأنفسهم عن الدخول في معارك غير محسوبة الأبعاد. كان من المفترض أن يكونوا حريصين أكثر على لبنان، على الوطن، لا أن نكون حريصين على مطالب ومزاعم إيران ورغبات إيران ومشروع إيران، لأنه في نهاية المطاف هم يؤدون ما يطلب منهم. أما أنهم يغامرون في هذا الوطن وفي هذا البلد منذ 8 أكتوبر حتى اليوم لم يقدموا لغزة صفر نتيجة. لكن ماذا قدمنا للبنان الآن؟ أتينا بالحرب، بالدمار، بالخراب، بالموت، بالتنكيل، وفي نهاية المطاف سنرضخ. سنرضخ لماذا؟ للمقررات الدولية التي تقوم على ماذا؟ تقوم على تطبيق 1701 وأبعد من 1701. معلش، سيرضخ الحزب إلى قرارات الأمم المتحدة بعد هذا التصعيد اليوم؟ في نهاية المطاف نحن أمام خيار من 2، لا ثالث لهما. إما أن إسرائيل ستحقق مكاسبها في هذه الحرب وبالتالي ستكون ورقة حزب الله خاسرة، وإما سيدعن حزب الله إلى الالتزام. إذا كان لديه قليل من الضمير الوطني الآن فليلتزم بتطبيق القرار الدولي ولنحجب الدماء. أنا أتحدث الآن عن معاناة، أتحدث الآن عن صرخة أهلنا في لبنان، عن وجعهم في لبنان. هذه الحرب ماذا قدمت لنا في لبنان؟ أثبتت هذه الحرب أن هذه الشعارات الكبيرة التي كان يقوم بها حزب الله بأنه منظومة دفاع عن لبنان، وبأنه حامل حمى في لبنان، وبأنه تلك الهالة التي سيزيل إسرائيل ب7 دقائق، أثبت أنه نمر كرتوني هش لا قيمة له في الحسابات العسكرية. هو يستطيع أن يؤذي إسرائيل في مكان ما، لكن لا يستطيع أن يثبت لنا أنه منظومة دفاع عن لبنان. هو ورط لبنان واللبنانيين، هو حول الساحة اللبنانية والشيعة تحديدا إلى وقود، إلى قنابل متفجرة، إلى عسكرة هذه الطائفة المظلومة في لبنان. هو حول تلك العقول إلى عقول مشحونة. لا نعرف كيف سنخرج من هذا المأزق. اليوم في دماء في لبنان، في بعلبك الهرمل تحديدا منذ أمس، الأشلاء تحت الأجساد والأشلاء تحت الردم والركام، وهم عاجزون عن تأمين آليات لإخراج تلك الجثث من تحت الركام. إذا منك محضر حالك لحرب لشو فوتتنا فيها، وبعدين مش فوتتنا فيها، يعني أنت أخذت القرار لحالك، أنت تلزم اللبنانيين بأن ينصاعوا لهذا القرار. اللبنانيين اليوم بدهم عم يقولوا لك نحن زهقنا، نحن ما بقى قادرين نتحمل، نحن لا نريد الحرب، نحن لسنا جبهة إسناد، نحن الآن نبكي، نريد أن من يساندنا في هذه الحرب اللي بتاعها. طيب شيخ محمد، النمر من كرتون الذي وصفته قبل قليل اليوم، حتى ما بعد هذا التصعيد، حتى مع صور نزوح المدنيين من مناطق الجنوب ومن غير مناطق الجنوب ومن بقاع الغرب وغيرها من المدن اليوم، لا زال يربط جبهة لبنان بجبهة غزة حتى اليوم. هنا أسألك عن مدى جدية ربط الجبهتين حتى فيما يتعلق بوقف الحرب على جبهة لبنان. أنا أعتقد أن هذا ادعاء كاذب وادعاء مخادع.
الموضوع يتعلق بما تقوم به إيران الآن من مفاوضات في نيويورك، في مفاوضات مع الأمريكيين. إيران تبحث عن مكاسبها، إيران تبحث عن مصالحها، إيران الآن تقترب نوعا ما من تحصيل مكاسب معينة. هذا ادعاء أن وقف الحرب بغزة من وقف الإشباعات في غزة. أنا أريد أن أسأل الآن كل الذين يتابعون في غزة، بعد عندنا غزة اليوم نحن بفلسطين؟ ما دمرت غزة وسكان غزة صاروا في البراري مشردين الجماعة. إذن هذا الإسناد هو إسناد كاذب. نحن الآن علينا أن نبحث عن لبنان، ولكن المشكلة الأساسية يا سيد العزيز أن هذا الحزب لا يسأل لا عن لبنان ولا عن اللبنانيين. هو لا يؤمن بالأصل بذلك اللبنان الكيان المستقل، هو لا يؤمن بأن لبنان السيد الحر المستقل. يعني مش هكلان همنا صراحة، ولكن نحن الآن نعطيه يعني نعطيه صراحة مأهورين. نحن عم نقول له نحن مأهورين على اللي عم يحصل في لبنان. نأمل أن تستمع منا. الآن على السيد حسن نصر الله أن يكون على قدر تحمل المسؤولية، مسؤولي إذا بعد في مسؤولية عنده، أن يكون على مستوى تحمل المسؤولية وأن يصدر بيانا عاجلا يلتزم فيه بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701، ولننهي هذه المهزلة التي تريق دماء أبناء الطائفة الشيعية واللبنانيين، وأن يقول أنني ألتزم بأن أكون تحت سلطة الدولة. طبعا هلأ البعض رح يقول عم يحكي أحلام، إن شاء الله أنه يكون هذا المخرج لأن نحفظ ما تبقى من لبنان. المعركة غير متكافئة في لبنان، أثبتت هذا الموضوع وهذه المشاكل. وفي حديث عدم تكافؤ هذه المعركة شيخ محمد اليوم، استهداف القيادات الحزبية اليوم بهذه الدقة من قبل إسرائيل بذات الأدوات، والغريب في ذلك حتى في نفس المكان الضاحية الجنوبية استهدافات متكررة، هو تفوق من إسرائيل تكنولوجي أم وشاية من داخل الحزب؟ على مدى السنوات الأخيرة كان حزب الله يتهم اللبنانيين بأنهم صهاينة الداخل وبأنهم العملاء والخونة، ويقول عن بيئته أنهم أشرف الناس. اليوم شو تبين؟ مش البيئة اللبنانية هي البيئة العميلة الخائنة، تبين أن هناك تفوق تكنولوجي حقيقي لدى الإسرائيليين، وتبين بنفس الوقت أن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي واصل حتى النخاع في جسد حزب الله. إذن الخونة والعملاء مع التقدم التكنولوجي أثبت أنه في عنده مشكلة بتركيبته الحزبية وببيئته، بده يدير باله على هذا الموضوع. بكفي بقى اتهام لبقية اللبنانيين، كل ما واحد تحدث دفاعا عن لبنان عن الوطن عن الشراكة بيتهموه بالعمالة وبالخيانة، فيما أن قيادته هي المتورطة في هذه الخيانة. أضف إلى ذلك أن لا يشيل من أن لا يخرج من حساباته موضوع الحرس الثوري، وهل قدم أوراق اعتماد للأمريكيين وغير الأمريكيين. طيب شيخ محمد، كيف تقرأ تخلي إيران عن الحزب في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت الحساس الذي تحاول فيه إسرائيل اليوم محو الحزب بجميع الأسلحة؟ الآن كما نعرف جميعا أن إيران تخلت كليا عن ورقة حماس. أما بالنسبة لحزب الله أعتقد أن الأمور ما زالت في بدايتها، يعني ليس هناك تخل كامل عن حزب الله، لكن هناك يعني تقديم أوراق اعتماد أننا قادرون على فكفكته، أننا قادرون على أن نضحي به مقابل مكاسب كبيرة. حضرتك والكل بيعرف أن لإيران الآن مطالب لدى الأمريكيين، الملف النووي، الأموال المحجوزة، رفع العقوبات إلى آخره. إيران الآن تفتش عن ما يمكن أن تحققه من هذه الميليشيات التي ربتها على مدى 40 سنة. بس أنه الإيراني بده يفتش عن مصالحه، ونحن في لبنان مش قادرين لحد الآن نفتش عن مصلحتنا. الشيعة في لبنان مصلحتهم الأساسية هي الانخراط في مشروع الدولة،
وأن يخرجوا فورا من مشروع الدويلة الذي تحول إلى آلة قتل لأبنائنا ولعوائلنا ولشعبنا ولكل الناس من حولنا. الآن هي الفرصة المؤاتية لأن ننخرط في مشروع الدولة دون تردد، وأن نبني مع شركائنا الذين وجهنا لهم أصابع الاتهام، وخصوصا المسيحيين في لبنان أثبتوا أنهم البيئة الحاضنة للشعب اللبناني ووقف وقفة كرامة ورجولة وعنفوين مع السنة والدروز وغيرهم، مع اللي اتهمناهم بالعمالة ورفعنا صور زعمائهم بأنهم حاخامات صهاينة. بدنا نستحي شوي على حالنا. أشكر سماحتك الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان على كل هذه الإيضاحات. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان نشره على منصة إكس أنه لا يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، وأن الجيش سيواصل القتال ضد حزب الله بكل قوة حتى العودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم. من جهته رحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالمبادرة الأمريكية الفرنسية لإبرام هدنة مؤقتة مع إسرائيل، ما يمهد الطريق أمام الدخول في مفاوضات لحل القضايا الحدودية. وجاء في بيان المكتب الحكومي أن ميقاتي أيد المبادرة لكنه لم يوقع على اتفاق التهدئة، مضيفا أن المعلومات التي تم نشرها بهذا الخصوص غير صحيحة، مشددا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومبعوث بايدن أمس هوكشتاين أن المطلوب هو تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفقا لقرارات الأمم المتحدة. غارتين الآن على السلسلة الشرقية، مرتفعات بلدة كفر زبد. وفور وصوله إلى نيويورك قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن سياسة إسرائيل واضحة، وهي مواصلة استهداف حزب الله وضربه بكل قوة حتى تحقيق كل الأهداف وأبرزها عودة سكان الشمال إلى منازلهم. أنا هنا في زيارة مهمة للأمم المتحدة مع عائلات المختطفين الذين لا ننساهم، والوفد الإسرائيلي لإيصال كلمة إسرائيل إلى العالم. إنه أمر مهم دائما، وهو مهم بشكل خاص في هذه الفترة. أثناء الرحلة أعطيت الإذن بتحييد رئيس وحدة الطائرات بدون طيار في حزب الله، وتم ذلك بنجاح. إن سياستي وسياستنا واضحة، نحن مستمرون في ضرب حزب الله بكل ما أوتينا من قوة، لن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم. وفي مؤشر على نية الجيش الإسرائيلي للتصعيد في لبنان قال رئيس الأركان في جلسة لتقييم الوضع إنه يجب مواصلة مهاجمة الحزب، وأن الجيش انتظر على مدار سنين هذه الفرصة، وأضاف أنهم يعملون على مدار الوقت لتحقيق إنجازات وتصفية قيادات الحزب وإحباط نقل الوسائل القتالية وتجريده من قدرات نيرانه ومهاجمته في جميع أنحاء لبنان. وفي المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه تمت الموافقة على العمليات الهجومية التالية على الجبهة الشمالية على لبنان بالاشتراك مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي. وأشار جالانت إلى عملية استهداف عناصر حزب الله ستتواصل لتدمير تشكيلته الهجومية والصواريخ التي يمتلكها وفق قوله. Thank you.
من طرابلس شمال لبنان معنا مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة الوطنية كميل موراني. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. وأيضا من بيروت ينضم إلينا زياد عيتاني، رئيس تحرير موقع أساس ميديا. مرحبا بكما. وأبدأ مع حضرتك أستاذ زياد، يعني المؤشرات تتحدث عن نية الجيش الإسرائيلي للتصعيد. نتنياهو من نيويورك، سياسة إسرائيل واضحة، هي مواصلة استهداف حزب الله. ميقاتي يرحب بالمبادرة الأمريكية الفرنسية، إلى أين نحن ذاهبون؟ كما يبدو أن المبادرة التهدئة الأمريكية الفرنسية تشهد ارتباكا كبيرا، ارتباكا يكاد يقضي عليها في مهدها قبل انطلاقها. هذا الارتباك لا يفقد الأمل ولو كان بسيطا في أن تؤتي ثمارها بلحظة ما وسط هذه الضغوط الدولية الكبيرة من أجل منع الذهاب إلى حرب موسعة وإلى تصعيد أكبر قد يأخذ المنطقة الشرق الأوسط بأكملها إلى الفوضى. ولكن كل المؤشرات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تدل على أننا ذاهبون إلى معركة برية، إلى اجتياح بري تقوم به إسرائيل. السؤال، هذا الاجتياح البري هل يمكنه أن يحصد نتائج عملية على الأرض بالنسبة لإسرائيل؟ هل يمكن لحزب الله أن يواجه هكذا هجوما بريا بعد كل هذه الضربات التي تلقاها؟ أسئلة تبدو حتى هذه اللحظة دون أجوبة حاسمة، ولكن هي مفتوحة على كل الاحتمالات، والأبرز على مفتوحة على احتمال فوضى عارمة في المنطقة، لأننا قد نكون قد دخلنا في نفق لا عودة منه إن كان في لبنان أو في منطقة الشرق الأوسط. المسار التهدئة أو مبادرة التهدئة أهميتها أنها هماً أمريكياً أساسياً. الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بقوة باتجاه إرساء هذه التهدئة، إرساء هذه المبادرة، لأنها ترى فيها الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجاز بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن وتحديداً للإدارة الديمقراطية قبل السباق الانتخابي بخطوات قليلة. هذه المبادرة إن نجحت يمكن لإدارة بايدن أن تقول أنها قد فعلت شيئا في لحظة صعبة جدا. وهنا أريد أن أركز على أمر أساسي، المبادرة الأمريكية التي طرحت قد تناولت قرارين لمجلس الأمن. القرار الأول هو القرار 1701 المتعلق بلبنان، والقرار الثاني هو القرار 2735 المتعلق بغزة. وبالتالي هذه المبادرة لا تشمل لبنان فقط، بل تشمل لبنان وغزة. وهنا النافذة التي أعطيت لحزب الله كي يدخل إلى المفاوضات، إلا أن هذه النافذة وإن كانت قد فتحت الكوة لحزب الله كي يدخل إلى المفاوضات وضعت عائقا بوجه إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل هي مع فك الارتباط بين الجبهتين وليس مع ارتباط الجبهتين وسيرهما معا كما كان يفعل حزب الله أو كما كان يصرح حزب الله. وهنا أعتقد أن هنا المشكلة الأساس التي تكمن. الدخول بتفاوض على هذه المبادرة وفقا لهذين القرارين يشكل انتصارا بالشكل لحزب الله الذي لطالما قال أنه لن يوقف إطلاق النار إلا بوقف إطلاق النار في غزة. أما الدخول التفاوض على هذين القرارين الدوليين هو يشكل بالشكل هزيمة لبنيامين نتنياهو، وأعتقد هذا ما يتجنبه بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة. نرحب بالأستاذ كميل موراني، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هناك من يقول بأن ما يحدث اليوم في لبنان هو استنساخ ما حصل ويحصل إلى اليوم منذ 11 شهرا في قطاع غزة، حتى من ناحية تسريب المعلومات وتسريب الأخبار عن بنيامين نتنياهو، عن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. وبالتالي نحن ذاهبون إلى هذا التصعيد البري. مساء الخير استاذ مبروك، اهلا وسهلا لك ولضيفك
وللمشاهدين. يعني الحقيقة عم نتعرض نحن تحديدا من 17 أيلول لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة وكمية إجرام ما شايفين منها قبل. حجم الأضرار يلي عم بتكون بالبلد والقتلى والتشريد والنزوح فعلا غير مسبوق. نحن أمام كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة تضاف إلى الكوارث اللي كان عم بيعاني منها لبنان وتحديدا الكارثة الاقتصادية. نحن للحقيقة يعني البلد متروك لوحده. جبهة الإسناد تبين أن حب من طرف واحد. سوريا جبهة مسكرة، إيران عمليا عم بتفاوض على دم اللبنانيين، وسمعنا تصريحات الرئيس الإيراني من يومين. يعني فعلا بيسأل حاله الواحد شو عم بيعمل وشو يعني جبهة إسناد. جبهة غزة من بعد ما كنا نحن على أساس عم نسند غزة بيطلع السنوار امبارح بيقول إنه إذا بتهدى بلبنان بتهدى بغزة، وبالتالي تحولنا من جبهة إسناد لغزة إلى جبهة ضغط على غزة. وما حدا سألين عن مصلحة البلد. الحكومة، رئيس الحكومة، وزير الخارجية حدث ولا حرج. يعني فعلا في غياب تام للحكومة، وحتى يعني من بعد ما رضيت أن تتحول ل NGO بصلاحيات بلدية صغيرة، طلع أنه ب 11 شهر منهم شاريين فرشة. الناس متروكين لوحدهم بالمدارس مشردين، ما في فرشة، الناس عم بتلم بعضها. عمليا ما تبقى إلا يعني ما بقي إلا اللبنانيين عم بيلملموا بعضهم، وما بقي إلا اللبنانيين للحقيقة غير اللبنانيين. وهذا يمكن الشيء الوحيد الإيجابي يلي ممكن نستنتجه أو ممكن يطلع من كل هاي العملية يلي عم بتصير اليوم. أما بموضوع الجبهة، أما بموضوع الهجوم البري، ففعلا يعني ما حدا بيقدر يتنبأ إذا حيكون في هجوم ولا لا. أنا يعطي أنه بقلب الكابينة الإسرائيلي للحظة هاي بعد الموضوع منه محسوم. إنما شكل الحرب بحالتها الحالية وبالدقة يلي عم تقدر تعملها إسرائيل وبالتفوق التكنولوجي يلي عندها إيه. يعني اليوم تم اغتيال بسيارة لشخصية على الكحالة ببلدة الكحالة بجبل لبنان على طريق بيروت دمشق، انصاب الهدف وعائلته بالسيارة ما صار لها شيء. وبالتالي في دقة بهذا الموضوع. طبعا ما عم بحكي عن لما بتتدمر المنازل وبينزلوا كل بينزل كل البيت وبينزلوا كل المدنيين وبينقتل كل المدنيين اللي فيه، انما في خرق هائل. وهذا ما انا شايف كيف او بشو منه مناسب لاسرائيل. وشو هذا الخرق نتيجه ماذا؟ هذا الخرق الهائل نتيجة ماذا أستاذ كميل؟ نتيجة وشاية من داخل الحزب؟ نتحدث عن دقة كبيرة جدا في استهداف القيادات، أم هو بالفعل التطور الذي تملكه إسرائيل وبالتالي نحن نتحدث عن قوة غير متكافئة؟ سيدي اثنين سوا. يعني اثنين سوا. بالنتيجة اليوم أنت إذا مأخر سنة تكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي أنت خارج المنافسة. شو حال إذا أنت مأخر 50 سنة؟ وطبعا في خروقات بشرية على الأرض. يعني لما بيطلع تأكيد من الجيش الإسرائيلي أنه الشخصية الفلانية اللي تم استهدافها توفت أو قتلت، هيدا يعني أنه في شخص على الأرض عم بيأكد هذا الموضوع، لأنه غير ممكن تكنولوجيا تعرف إذا البني آدم يلي استشهد يلي أنت أصفته إذا استشهد ولا لا. وبالتالي في خرق في أسبقية تكنولوجية هائلة تحضرت لإسرائيل من 2006 لليوم. المفارقة أنه إسرائيل بعد حرب تموز من 2006 راحت عملت محاسبة. رئيس حكومتها راح على البيت، شافت كيف بدها تستبصد دروس من الحرب اللي صارت، بينما نحن أعلننا الانتصار فورا وجينا اعتبرنا أنه الطريقة اللي اعتبرنا فيها بال2006 ستصلح لكل زمان ومكان. طيب. حدا قالنا على اللبنانيين أنه في دولة اقتصادها 20 مليار دولار. اليوم اقتصاد اللبناني بعد الانهيار لا يتعدى 18 مليار دولار.
في حدا اقنع اللبنانيين انه بهيك اقتصاد هالقد حجمه بيقدر يعمل توازن ردع وبيقدر يفتح حرب ويربح مع دولة اقتصادها 500 مليار دولار؟ هيدا المنطق خارج الواقع صار. أستاذ زياد، مع ما قاله فيما يتعلق باقتصاد لبنان، بوضع لبنان السياسي، وما يقوله ميقاتي من تأييد للمبادرة من نيويورك، هل تملك الحكومة اللبنانية اليوم تصور تقدمه للجميع في نيويورك اليوم قادر على الذهاب إلى هدنة، إلى وقف إطلاق النار، أي بمعنى ضمانات بأن الحزب سيلتزم؟ سيدي، الحكومة اللبنانية وتحديدا رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. لماذا هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟ الأستاذ نجيب ميقاتي قبل أيام أعلن أنه لن يترك لبنان في هذه المرحلة ليشارك في جلسة لمجلس الأمن، فجأة وبقدرة قادر حزم حقائبه وتوجه إلى نيويورك لمشاركة في هذه الجلسة. رأينا صباحا كل الوكالات الأجنبية ذكرت أنه وقع على الاتفاقية، ثم أصدر مكتبه الإعلامي بيانا أنه لم يوقع، ليأتي بيان ثالث ويقول قد فعلنا ما يجب أن نفعله. الرئيس نجيب ميقاتي لم يتحرك إلى نيويورك إلا لأنه أخذ تكليفا رسميا من حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي هو ذهب بناء على إرادة حزب الله ورغبة حزب الله بالوصول إلى تهدئة، إلى وقف إطلاق نار في هذه المرحلة. هو عبارة عن بلوتوث ما بين نيويورك وما بين حارة حريك. للأسف هذا هو دور الرئيس نجيب ميقاتي مع الاحترام الكبير له، ودور الحكومة تصريف الأعمال من وزير الخارجية وباقي الوزراء. نرى وزير المسؤول عن الإيواء والنازحين هو يعني من المشاهدين من المشاركين، ولكن من يقوم بكل هذه الترتيبات طبيعي قوى الأمر الواقع في بيروت وفي طرابلس وفي كل المدن اللبنانية. وبالتالي هذا الأمر، دور الحكومة اللبنانية هو ليس دورا تأثيريا، لا يمكنها أن تصنع مبادرة، أن تصنع حلا، أن تصنع رؤية للخروج من هذا النفق. الحكومة ورئيسها هي ساعي بريد لحزب الله في هذه المرحلة. أردنا أن نجمل، أردنا أن نقول الحقيقة، ولكن هذا هو الواقع الذي يعرفه الجميع والذي ليس حوله جدال. أما بالنسبة للخرق الذي تحدث عنه ضيفك الكريم لحزب الله، أضف إلى التطور الإسرائيلي وهذا أمر ملحوظ، هناك تطور إسرائيلي كبير تقنيا منذ العام 2006 حتى الآن. إسرائيل درست كل ظروف المعركة السابقة، كل إخفاقاتها، وعملت على تجميع الإحداثيات وعلى العمل الأمني المركز. ولكن هناك سبب أكبر لهذا الخرق. السبب الأكبر لهذا الخرق هو مشاركة حزب الله في القتال بسوريا. من الناحية التقنية هنا أقول بأي معنى، حزب الله يعاني الآن من لعنة سوريا، تحول من ميليشيا تقول أنها تقاوم، تعتمد على السرية وعلى الشبحية في لبنان وفي كل المواقع القتالية، تحول إلى جيش نظامي في سوريا. بأي معنى جيش نظامي؟ أصبح له مكاتب، أصبح ينخرط في التفاصيل السورية اليومية، في التفاصيل الفاسدة والمفسدة في سوريا. أصبح يلاحق هذا عسكري سوري يريد أن ينتقل من هنا، هناك مشكلة في هذا الشارع وهناك مشكلة في هذه المنطقة. هذا الانفتاح، هذا الانكشاف في سوريا جعل سمح لإسرائيل بتجميع داتا كاملة لكل قيادات حزب الله، لكل كوادره التنظيمية الأمنية والعسكرية. ما نتحدث عن هذا التجميع للداتا زمنيا أستاذ زياد في السنوات الأخيرة، يعني من نحو 5 سنوات أم لا؟ الخرق هو من سنوات أطول. طبيعي سيدي، نحن نتكلم عن الحرب السورية من أي عام؟ من 2014-2015، نحن في عام 2024. كل هذه الداتا، حزب الله قاتل في سوريا مطمئنا للسماء وللأرض ولما تحت الأرض، ثم عاد فجأة من هذه الأيديولوجيا الكاملة، هذا التكتيك الكامل لقتال جيش يمتلك كل المقومات التقنية وكل القدرات. أضف إلى
الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، هكذا أزمة اقتصادية تنشئ أرضا خصبة لإنتاج العملاء ولإنتاج ضعفاء النفوس. ونحن نرى كيف يتم صياد كوادر حزب الله، كيف يتم استهداف مخازن حزب الله، كيف تتم هذه العملية. إسرائيل للأسف قد تعلمت من حرب 2006، ولكن نحن في لبنان لم نتعلم من حرب 2006. إسرائيل نلاحظ بال 2006 عادت كل الشعب اللبناني عبر ضربها البنية التحتية للبلد، ولكن الآن ماذا تفعل؟ تحيد جزء كبير من الشعب اللبناني، تستهدف الحزب وبيئته. من أجل هنا لم نرى استهداف لجسور، لم نرى استهداف لمصانع، لم نرى استهداف لمعامل. دائما الاستهدافات لها علاقة بالأمن وبالعسكر، وهذه خطورة الموضوع. وهنا خطورة المعركة البرية إن حصلت، لأن إسرائيل التي فاجأتنا بالأمن وبالاستخبارات وبالاستهدافات الجوية نخشى أن تفاجئنا أيضا إن قامت بحرب برية. وهذه أهمية الضغط والتنازل والتفكير بواقعية كي نذهب إلى وقف إطلاق نار وإلى تهدئة. ربط النزاع ما بين غزة وما بين لبنان لم يعد يجدي غزة ولم يعد يجدي لبنان، لا بل أصبح حملا ثقيلا على لبنان وأصبح حملا ثقيلا على غزة. غزة لا تحتاجنا بلدا مدمرا، غزة لا تحتاجنا شعبا مهجرا، غزة تحتاجنا شعبا قادر على الفعالية الإعلامية، قادر على الفعالية السياسية، قادر على الفعالية التواصل مع العالم من أجل غزة، وليس أن نكون بلدا نصفه في مدارس اللجوء ونصفه الآخر يبحث عن منزل في منطقة آمنة. أستاذ كميل، كيف يمكن تخطي هذه النقطة، مسألة ربط الجبهتين، ربط غزة، مع أنه غزة وما يحصل فيها حتى الآن لم يتغير شيء من معركة الإسناد التي أطلقها الحزب في 8 أكتوبر، وما يحصل اليوم في الجنوب، يعني كيف يمكن تخطي هذه النقطة ربط الجبهات؟ فعلا يعني ما بعرف إذا يجوز أن نراهن على لحظة وعي عند قيادات حزب الله، بس ما عندنا حل غير من تبقى من هذه القيادات التي نراهن عنها غير نصر الله؟ هلا ما بنعرف تركيبتهم للحقيقه، يعني نحن ما بنعرف المسؤول الا من بعد ما يستهدف، وبالتالي الاستابليشمنت تبعهم هن وبالنتيجه ومن خلفهم يعني من الجمهوريه الاسلاميه في ايران، يعني انهم يشفقوا شوي على الشعب اللبناني، لانه ايران بالنتيجه لما صارت مصالحها المباشره بالدق، يعني شفنا كيف بعد هلا ما استرجت ترد على اغتيال اسماعيل هنيه، لانه هي ما بتحمل 10% من الضربات اللي عم يحملها لبنان، انما اذا لبنان والشعب اللبناني هن اللي عم ينقتلوا، فمعلش فينا نضل عم نقاتل للاخر. بالنتيجه اليوم بيقدر باللحظه يلي بقرر امين عام حزب الله انه اكتفينا وقد سندنا غزه فيما يكفي، ونفصل هالجبهتين ونطالب بوقفين لإطلاق النار، ونرجع للدولة، لمفهوم الدولة، لاتفاق الطائف، لوثيقة الوفاق الوطني، لعقدنا الاجتماعي كلبنانيين كلنا سوا يلي اتفقنا عليه والذي لا يزال يصرف. علينا اليوم الخروج فورا من اتفاق الدوحة يلي ما جاب إلا التعطيل، والعودة لاتفاق الطائف وتفعيل المؤسسات يلي عم نعطلها إلنا سنتين، ننتخب رئيس جمهورية سريعا. هيدول كلهم عم تعدهم بتلاقيهم كتار، بس إذا في نية بينعملوا بجمعة، وتفعيل السياسة الخارجية، يكون عندنا وزير خارجية يعني يليق بالدبلوماسية اللبنانية العريقة، ونقدر نروح نفاوض على وقف إطلاق نار سريعا. لأنه تبين سيدي الكريم أنه ما حدا لوحده بيقدر يحمي البلد، تبين آخر يومين أنه البلد ومؤسسات البلد وناس البلد اللي كانوا يتخولوا على مدى أشهر هن اللي بيحموا الجميع. من بيروت زياد، من بيروت كان معنا الأستاذ كميل موراني، من طرابلس شمال لبنان مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة الوطنية كميل موراني، ومن بيروت كان معنا الأستاذ زياد عيتاني رئيس تحرير موقع أساس ميديا. شكرا جزيلا لكما على كل هذه الإيضاحات. We'll be right back.
إسرائيل تعلن مقتل قائد الوحدة الجوية لحزب الله بقصف استهدف ضاحية بيروت، والحزب يرد بعشرات الصواريخ. نتنياهو يجهد مساعي واشنطن وباريس لوقف النار، ووزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب شاملة ويمرر مساعدة عسكرية لإسرائيل. رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد مواصلة استهداف حزب الله في كل مناطق لبنان. جالنت يقر المراحل المقبلة للهجوم. وسط النيران المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، مدارس لبنان تتحول إلى مأوى للنازحين، والحدود مقصدا للاجئين. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من الأخبار الليلة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تدريبات للواء السابع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود اللبنانية. ذكر الجيش الإسرائيلي أن التدريبات أجريت بقيادة مركز تدريب القوات البرية، تركزت على المناورة والقتال في التضاريس الجبلية. كما عززت القوات خلال التمرين جاهزيتها والعملية واللوجستية لمختلف السيناريوهات القتالية على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفقا للجيش الإسرائيلي. تحولت بعض المدارس في بيروت إلى ملاجئ للنازحين بعد تزايد الضربات التي تعرضت لهجمات إسرائيلية. تعذبنا كثير على الطرقان اللي قدرنا وصلنا، في ناس قرايبين من اخواتي اوقات مارتن ناموا على الشوارع، بعدنا لحد هلا مش ملاقيين مأوى، يعني المدارس سكرت مثل ما انك شايف، يعني اخلينا بيوتنا لانه اسرائيل عم تضرب المدنيين وبتعتدي عليهم. ما عم تضرب أهداف عسكرية، عم تضرب بس أهداف مدنية فقط. هذا السبب إنه تركنا بيوتنا حفاظاً على أولادنا وعلى أطفالنا. ينضم إلينا الآن من البقاع الأوسط مراسل الحدث محمود شكر من بيروت، موفدة الحدث ريمي درباس. أبدأ معك ريمي، مسألة توفر الوقود 12 يوما الحكومة تتحدث وينفد، مسألة المواد التموينية، مسألة المدارس، مسألة جهوزية هذه المدارس والمناطق التي يلجأ إليها النازحون. مبروك. قبل أن أدخل في تفاصيل عملية النزوح والحاجات الإنسانية، دعني أشير إلى أنه قبل قليل تأكد مقتل إذن محمد حسين سرور الملقب بأبو صالح، وهو مسؤول الوحدة الجوية، أكدت المعلومات مقتله بعد إصابته بإصابة بليغة، ولكن مع أنه حزب الله لم يصدر البيان، ولكن أكدت المعلومات قبل قليل أنه قتل في الغارة التي استهدفته بعد ظهر اليوم. هذا يعني بعد الأخذ والرد بما خص المعلومات بما أنه إذا نجحت العملية أم فشلت. تؤكد معلومات الحدث أنه اغتيل إذن بهذه الغارة التي استهدفته في المبنى المؤلف من 4 طبقات التي حصلت بعد الظهر. ولنذكر أنه هو مسؤول الوحدة الجوية، الوحدة المعروفة بالوحدة 170
معين في حزب الله، قتلته إسرائيل بعدما قتلت من قبله إبراهيم عقيل وأيضا من بعده إبراهيم بيسي، أيضا علي كركي الذي حاولت اغتياله ولم تنجح وقادت الرضوان. يعني هذا يعني أن إسرائيل مستمرة في قتل قادة حزب الله كما سبق وأكدت. هذا بالنسبة لموضوع الاغتيال الذي حصل اليوم بعد الظهر. أما بما خص الأرقام الذي كنت تسأل عنه وتحديدا أرقام النازحين والمساعدات الغذائية، لابد من الإشارة كما أكد وزير الداخلية اليوم الذي تحدث بإسهاب عن هذا الموضوع، أشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة خصصت حزمة مساعدات طارئة للبنان من صندوق لبنان الإنساني من أجل دعم السكان الأكثر ضعفا، وأشار إلى أن الحكومة تنسق مع هذه المنظمات من أجل تأمين الخدمات الأساسية لإغاثة المنكوبين والنازحين الموجودين في مراكز الإيواء. بطبيعة الحال كما ذكرنا في رسائل سابقة، مراكز الإيواء ترتفع وتعمل الحكومة وممثلة بلجنة إدارة الكوارث على تأمين مآوي أو ملاجئ أو مراكز إيواء أخرى لاستقبال المزيد من النازحين. هذا أمر متوقع، والرقم الذي يرتفع رقم النازحين مع استمرار الاستهداف يعني أننا بحاجة إلى مراكز إيواء أخرى، وهذا الرقم بات حتى الساعة المراكز بحسب أيضا وزارة الداخلية والمتابعين المعنيين 565 مركزا حتى هذه اللحظة، يعني حتى اليوم هذه الحصيلة تتغير وتفيدنا بها بشكل على كامل التراب اللبناني 565 مركزا الكوارث. صحيح، مفتوحة وبات بداخلها عدد النازحين الموجودين في هذه المراكز 565، 77,100 نازح، وهؤلاء مسجلين من قبل غرفة العمليات الوطنية، يعني هؤلاء تتابعهم لجنة إدارة الكوارث، سجلوا أسماءهم ومعروف أين يتوزعون في أي مركز، بما أنه يعني هذه المراكز موجودة لدى وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية ليتابعون الحالات وبطبيعة الحال لإيصال الحاجات والمساعدات التي يحتاجونها. طيب قبل أن نذهب إلى محمود شكر، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة الآن مشاهدينا. إذن حزب الله يعلن استهداف مقر الاستخبارات للمنطقة الشمالية في قاعدة مشار. إذن هذه آخر الأخبار الآن ننقلها عن حزب الله الذي يعلن استهداف مقر الاستخبارات للمنطقة الشمالية في قاعدة مشار. محمود شكر أذهب إليك، نستطلع معك الأوضاع في البقاع الأوسط. نعم، قبل الإجابة عن هذا السؤال تحديدا بالأوضاع إن كان على المستوى الاجتماعي أو أيضا على مستوى النزوح، لابد لي إلى أن أذهب سريعا إلى محورين منفصلين في منطقة البقاع، البقعة التي تقع في البقاع الغربي وتحديدا لبايا التي أغار عليها الطيران الإسرائيلي منذ 25 دقيقة. تحدثت معلومات عن استهداف لمحطة وقود في البلدة، لأن الحريق الذي اشتعل في البلدة رؤية من مسافة تقارب 5 إلى 10 كيلومترات. بالتوازي إذا تحدثنا عن لبايا، هذه البلدة التي هي أيضا كما أشرت معك في آخر البقاع من جهة الغرب على بوابة الجنوب، كان الطيران الإسرائيلي ينفذ منذ حوالي 3/4 ساعة أيضا غارة باتجاه مدينة الهرمل، بالإضافة إلى بعض الغارات التي استهدفت المناطق الحدودية ما بين لبنان وسوريا، وغارة على مستوى الاستهداف الاغتيالي باتجاه دراجة في بلدة القصر اللبنانية التي تقع أيضا بدورها على كتف مدينة الهرمل من جهة الشمال. أيضا إلى الغارات، فقد تركزت هذه الغارات أيضا عند المنطقة الحدودية والتي كانت محط اهتمام على المستوى
الداخلي اللبناني وأيضا من قبل وزارة الأشغال، لأن وزير الأشغال اللبناني أشار إلى أن هنالك جسر يربط منطقة لبنانية بأيضا محلة سورية، أدت الغارة إلى سقوط هذا الجسر، كما أن الطيران استهدف 4 إلى 5 بقع هي إبش وأيضا منطقة عند حوش السيد علي، بالإضافة إلى مطربة وبالإضافة أيضا إلى بلدة هي صالحة. أما بالنسبة إلى ليل الأمس فهو كان عنيفا ساخنا ثقيلا من حيث الأعداد على مستوى الضحايا، وتوزع هنا ما بين منطقة البقاع الأوسط من حي الكرك الذي أدت الغارة فيه إلى سقوط 13 ضحية، بالإضافة إلى منطقة وبلدة يونين في البقاع الشمالي، والتي أيضا أدت إلى سقوط 19 ضحية من التابعية العمال السوريين الذين يقيمون في لبنان ويعملون في الأراضي الزراعية، فضلا عن عدد كبير من الجرحى الذين توزعوا أيضا ما بين دورس السفري النبي عثمان وعلى الطريق التي تمتد من مدينة بعلبك باتجاه الحدود على طرفي هذا الطريق الذي تسمى بقرى غرب بعلبك وبطرق شرق بعلبك. الملاحظ أيضا في الغارات إلى أن الجانب الإسرائيلي يستهدف هذه البلدة ثم بعد ذلك مع ساعات الفجر يقوم باستهدافها، أقله هنالك العشرات من الغارات التي جاءت على سبيل المثال باتجاه النبيشيت، باتجاه دورس، باتجاه مدينة بعلبك، باتجاه شمصطار، بالإضافة أيضا إلى غارات متفرقة يعود الطيران ويتنقل فيها ومن خلالها خلال هذه الأيام. شكراً. على سبيل المثال جرود كفرزبط قصايا هو قام بقصفها منذ أيام عديدة، عاد واستهدفها ظهر هذا اليوم. شكرا جزيلا لك من البقاع الأوسط مراسل الحدث محمود شكر. شكرا، كانت معنا من بيروت موفدة الحدث ريمي درباس، شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه الإيضاحات. أعلنت السلطات اللبنانية أنها أحصت عبور أكثر من 31 ألف شخص إلى سوريا، أكثر من نصفهم لبنانيون، خلال يومين هربا من الغارات الإسرائيلية. من جانبه أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن عدد مواطنيه النازحين المسجلين رسميا نحو 70 ألفا، و100 نازح في 533 مركز إيواء. وقال مولوي أن وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان تسعى لتأمين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين وتأمينهم في مراكز إيواء. العدد يلي هو موجود حاليا بمراكز الإيواء والمسجلين رسميا هو 70,100 نازح موجودين ب 533 مركز. ال 533 مركز هن تحت إدارة المحافظين يلي هن المحافظين عم يهتموا فيهم. نحن اليوم بدنا نناقش الاحتياجات اللوجستية للمحافظات والاحتياجات اللوجستية كمان لمراكز الإيواء، الاحتياجات اللوجستية للمدارس. من بيروت تنضم إلينا زينة زوين نائبة مدير مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في لبنان، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أبدأ معك من مسألة الأعداد، أعداد القتلى حتى الساعة نتيجة الغارات الإسرائيلية في مختلف مناطق لبنان، أيضا مسألة وأعداد الجرحى. شكرا، مبروك لاستضافتي. خليني بس اول شيء بلش بعبر عن قلق قلقنا بلجنه الانقاذ الدولي حيال تصاعد الحرب بلبنان اللي مثل ما كنا بنعرف تسبب بضرر كثير كثير كبير، ولحد هلا حوالي 600 شخص واكثر من 2000 جريح، 600 شخص توفوا واكثر من 2000 جريح منصابين، كثير منهم حالتهم حرجه حسب وزاره الصحه.
بالأحداث اللي شفناها من نهار الجمعة لحد هذا الأسبوع. كمان صار في عنا أكثر من 90,000 نازح من الجنوب، في حوالي 70,000 منهم موجودين ضمن مراكز إيواء رسمية، بس في كثير كمان موجودين ضمن مراكز إيواء مختلفة أو حتى موجودين ضمن تجمعات أخرى. تم تحديد أو تعيين حوالي 400 مدرسة، 395 مدرسة كمراكز إيواء، وطبعاً حاجات متزايدة والحاجات كتير كبيرة بسبب أعداد النازحين الكبيرة يلي نزحت أكتريتها على جبل لبنان وعلى الشمال. في بعض الأشخاص كمان استقروا ببيروت، وحتى ضمن البقاع عم بيتم نزوح بعض الأشخاص من مناطق يلي عم تتضرر لمناطق أخرى ضمن البقاع. طيب نتحدث الآن عن 70,000 نازح وأكثر منهم موجودين الآن في المدارس. مسألة التنسيق اليوم مع المؤسسات المعنية الحكومية في لبنان بتوفير الغذاء، بتوفير كل ما يحتاجونه، ونتحدث أيضا عن هناك نازحين من احتياجات خاصة، وبالتالي مسألة تزداد صعوبة في توفير الاحتياجات. خليني بلش تقول انه لبنان تعلم كثير من المصيبه اللي اصابتنا بانفجار بيروت. يعني التنسيق خلال هالاربع خمس سنين، وخاصه بعد الاستجابه لانفجار بيروت، انعمل كثير تفكير حول كيف فينا نستجيب طريقه افضل. ولحد هلا التعاون والتنسيق ضمن الجمعيات والوزارات والمحافظات والبلديات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة عم بيتم بطريقة جيدة. في صعوبات طبعاً، لأنه العدد الأشخاص اللي عم بيتم التنسيق معهم كل ساعة كتير كبير، وبذات الوقت الحاجات كتير كبيرة والنازحين منتشرين. خليني أرجع أكد أنه مزبوط، في كتير منهم أكتريتهم بمراكز إيواء، بس كمان في منهم منتشرين. حضرتك ذكرت الأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة. كمان بدي أنا أذكر الأطفال اللي عم بيتم فصلهم عن أهلهم، أو عم بينفصلوا عن أهلهم وعم بيتواجدوا ضمن مناطق أو ضمن مستشفيات ما حدا عارف أهلهم وين. نحن لجنة الإنقاذ الدولية مع خمسة منظمات أخرى مستلمين إذا بدك الاستجابة لهيدول الأولاد بالتنسيق مع بعض، بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وبس بهيدول اليومين صرنا ملاقيين حوالي 20 ولد، الحمد لله في ستة منهم رجعنا لقينا أهلهم، بس في 14 ولد بعدهم لهيدي الضيقة مش معروف مصيرهم وين، مش عارفين أهلهم وين. في منهم كتير صغار مش قادرين يعبروا مين أهلهم، مش معروفين هن مين، وبيلاتهم كمان أشخاص منصابين. اسمحي لي أن أسألك أستاذة زينب، يعني عن ما تقوم به اليوم لجنة الإنقاذ الدولية في لبنان الآن، مهامكم على ماذا مبنية؟ نحن بهدول اليومين أكثر شيء مثل ما قلت عم نستجيب لحالات الأطفال يلي ما عندهم حدا عم بيكون معهم عم نهتم فيهم، عم بتم التنسيق مع القضاء كرمال تحويلهم لمراكز إيواء مختصة، عم بتم مع شركائنا تأمين الرعاية الأولية. بذات الوقت نحن على الصعيد الصحي مع شراكاتنا بال primary health care centers أو مراكز الرعاية الصحية الأولية يلي بالتنسيق مع وزارة الصحة توجهوا فرقنا اليوم خاصة بمناطق الشمال مع الفريق الطبي لتقديم خدمات صحية أولية، بيناتهم استشارات طبية، توزيع أدوية محددة يلي موجودة يلي بتكون common أكثر، وتم تحويل الحالات اللي بدها تخصص أو رعاية مخصصة لا شركائنا من مراكز الصحية، كمان بالتعاون مع وزارة الصحة. بذات الوقت نحن مع شركائنا هدول المراكز الصحية الخدمات ما وقفت، نحن شركائنا موجودين بعكار، تحديداً بعكار الحاجات كتير عم بيكون كبيرة، والاستقبال والضغط على المراكز الصحية عم بيكون كتير كبير. بذات الوقت نحن
قدرنا بسرعه اي ار سي امنت فاندز موجودين، اذا بدك امنت فاندز من الامرجنسي فاندنج تبعنا، كرمال نقدر نستجيب لحالات محدده لتامين شكرا اكل، لتامين مواد شكرا اخرى. لك على كل هذه الايضاحات من بيروت الاستاذه زينه زهين نائبه مدير مكتب لجنه الانقاذ الدوليه في لبنان على كل هذه الايضاحات. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل ستكون نتائجها مدمرة للطرفين، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما، وأشار إلى أن بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر رغم التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية. وعند سؤاله عن الخطوط الحمر لدعم واشنطن لإسرائيل رد أوستن بأن الولايات المتحدة لن تغير التزام بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها وسيادة أراضيها، وهو ما ترجم عبر إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها ستتلقى حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من واشنطن لدعم الجهود العسكرية الحالية. من القدس المستشار الأمني السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. قرار العملية العسكرية البرية ليس سهلا على إسرائيل، لكن هناك من يقول أنه على وشك، ومن أبرز هذه الدلائل منها 8 مليارات التي تحدثنا عنها قبل قليل مساعدات إلى إسرائيل وهي مساعدات عسكرية. هل هذا يعني ضوء أمريكي أخضر؟ مساء الخير. عملية برية هي مش سهلة لأي طرف في أي حرب أو في أي حرب من الحروب في التاريخ. أكيد نحن نحكي على حرب ومعركة بكل ما يتعلق كمان للمصابين وقتل وجرحى وكمان تصرفات اقتصادية زي ذكرت في سؤالك. بس يا سيدي نحن موجودين في معركة معقدة جدا بكل ما تعالى كمان للسياسة الإيرانية في المنطقة. السياسة الإيرانية في المنطقة هي تصعيد الجبل الجنوب الشمالي عفوا بمبادرة حزب الله، وإسرائيل من ناحيتها ما تعطي أي إمكانية وأي احتمال لاستمرار المعادلة اللي رأينوها من خلال أو من بداية المعركة لحد قبل كم أسابيع. وهلأ نحن بنشوف إنه إسرائيل تأخذ مبادرات هجومية بعمليات طريق سلاح الجو وطائرات وطيران وهجوم من كل النواحي، وكمان العملية البرية هي جزء من أو أحد من الطرق لاستمرار هذه المعركة ولتحقيق الأهداف الوطنية العسكرية، وهم انسحاب قوات حزب الله فوق الليتاني والشمال الليتاني، استقرار أمني في هذه المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وكمان إعادة كل النازحين الإسرائيليين لبيوتهم. ومن أجل تحقيق هؤلاء الأهداف وصلة الدرد أو الدروت أو تكبير الدروت العسكرية، دمار وهجوم واستهداف ضد مواقع عسكرية تبع حزب الله. ما قلنا أي شيء ضد مواطنين في لبنان، بس ضد مواقع عسكرية في لبنان. الدروت العسكرية بكل ما بكل الأنواع بكل الأشكال هي الطريق الوحيد. لغة القوى هي اللغة الوحيدة. طيب لغة القوى فهمناها، ولكن مسألة الدخول الإسرائيلي البري الجميع يحذر منه، حتى من أقرب أصدقاء إسرائيل، عندما يقول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الدخول البري هو مدمر للطرفين، هو قالها مدمر لإسرائيل ولحزب الله في لبنان. إذا في ضمانات أخرى للسكان الإسرائيليين غير تدمير وإنهيار وانسحاب قوات حزب الله للشمال، نحن جاهزين عشان نسمع كل الأفكار وكل الاقتراحات.
إذا في ضمانات أكثر من دولية وأكثر. ما هناك من يقول لك لم يعطوا الفرصة للمفاوضات حتى عندما ظهرت بارقة أمل اليوم من مسألة المفاوضات التي تجرى في نيويورك، خرج نتنياهو وقول نحن مستمرون في ضرب حزب الله. يا سيدي لازم نكون واقعين ونعرف من مصادر الأخبار دائما في معلومات ودعاية وإلى آخرين. نهائيا حسب معلوماتنا في أكيد استمرار الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله، بس في نفس الوقت في محاولة لمحادثات بين الأطراف. نحن تحدثنا عن هذه النقطة فقط أستاذ ألون، يعني نقطة المفاوضات هي بالفعل مفتوحة، لكن هناك من يقول تهديدات سموتريتش من الداخل الإسرائيلي اليوم خرجت من جديد، رئيس الأركان الإسرائيلي أكد مواصلة استهداف حزب الله في كل مناطق لبنان، جالنت هو الآخر أقر المراحل المقبلة للهجوم. المهم هو انه العنصر او الكيادي اللي بياخذ القرارات نهائيا هو رئيس الحكومه نتنياهو، وهو اكيد بيسمع التوصيات من المستوى العسكري وبيسمع التوصيات والانتقاد كمان والايجابيات والسلبيات من كل الكيادين ومن كل الوزراء، ونهائيا راح ياخذ قرارات حسب الظروف وحسب كل المصالح الاسرائيليه الداخليه والخارجيه. ما بعد أذن نحن بس موجودين في بداية مصير المحادثات، نحن مش في بس في بداية أكيد، بس الضغوط العسكرية بيستخدموا التقدم أو عدم التقدم وبيستخدموا بشكل عام السبيل السياسي الدبلوماسي، بس نهائيا أذن الكرة موجودة عند حزب الله. إذا الشروط لوصول إلى اتفاق ومفاهيم بتكون مقبولة على الجانب الإسرائيلي، نحن جاهزين ل فحص كل فكرة وفكرة، بس إذا نصر الله راح يستمر بالربط بين الجبل الشمالية والجبل الجنوبية، وراح يستمر باستهدافات وبإطلاق صواريخ وبإطلاق مسيرات وإلى آخرين لعمق إسرائيل، معناته إنه هذه المعركة راح تستمر بدون أي علاقة لوضع المحادثات إذا في تقدم أو عدم تقدم. ما في ما يكون أي تنازل إسرائيلي بالنسبة لهجوم من حزب أو استهداف أو إطلاق أو غارات أو إطلاق صواريخ من حزب الله من ناحية إسرائيلية، الغد يكون أقوى وأكبر من تعودنا في السابق، هي النتيجة. وحتى كما إسرائيل لديها شروط في هذه الحرب، يقول لك حتى الحزب لديه شروط. في شروط لكل طرف أكيد، بس نهائيا الشرط الأول هو استقرار أمني وهدوء. استقرار أمني وهدوء، ما في أي إمكانية أو احتمال من ناحية إسرائيلية لاستمرار المحادثات وفي نفس الوقت في إطلاق نار، هي ما بيمشيش ما بعد يعني. لكن هذه الخطة لم تنجح في غزة، كيف يمكن أن نراهن عليها تنجح في جبهة الشمالية لإسرائيل؟ ما في احتمال الصفقة حبيب يا سيدي، أنا بقول لك اليوم حسب الظروف وحسب الموقف الحمساوي ما في أي تكادم، في تجميد هناك، تجميد المحادثات والمفاوضات بين الجانبين وبين الأطراف بكل ما يتعلق لاحتمال الصفقة وإعادة المحتوفين، عشان هيك إسرائيل راح تستمر بكل القوة حسب القوة المناسب وحسب التهديد العسكري كمان، بس من أجل تحقيق الأهداف النهائية، وفي نهاية المطاف ما في معادلة بين الأطراف بكل ما يتعلق للقدرة العسكرية والجوية. وحتى في الحروب السابقة لإسرائيل أظهرت بأن الدبلوماسية هي أنجح للجانب الإسرائيلي أكثر من الضغط العسكري في كثير من الأحيان، وغزة اليوم أكبر دليل. نتحدث عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين فيها ما زالوا مجهولين. نهائيا في نهاية كل معركة في بيفتحوا طاولة المفاوضات في كل معركة، بس السؤال هو بأي شروط؟ أي هاي مسألة المسألة المركزية والسؤال المركزي، وأذني هاي راح يكون نقاش بين الأطراف إذا مش اليوم بعد كم أسابيع. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك من القدس المستشار الأمني والسابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار.
أعلن مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة ومحيطها، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي حشد الجهود من أجل تسوية الصراع. ودعا بوريل الأطراف إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي موازاة ذلك صدر بيان عربي أمريكي أوروبي مشترك دعت فيه الدول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل لإتاحة مجال للجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية دبلوماسية تتفق مع القرار 1701. دعت الدول كافة الأطراف بما في ذلك إسرائيل ولبنان لتأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور، وأكدت أنها مستعدة لدعم كل الجهود الدبلوماسية الرامية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة. قال المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينتي للحدث إن القرار 1701 ينص وبشكل واضح على خلو الحدود من أي أسلحة ومسلحين. القرار 1701 مهم جدا، كما يجب أن يكون هو الحل لهذا النزاع رغم أنه واجه تحديا كبيرا، ورغم ذلك فإن أحكام وبنود هذا القرار لا تزال صالحة ويجب أن تنفذ بشكل كامل بما فيها نشر الجيش على الحدود. كما ينص القرار بشكل واضح على خلو الحدود من أي أسلحة ومسلحين لتجنب أي انتهاك جوي أو بري من قبل إسرائيل. بنود القرار 1701 التي أنهت حرب 2006 اتفق عليها الطرفان، فيجب أن تكون هي المرجعية بحكم أنه لا حاجة لإجراء تعديلات على القرار، كما أنه لم يكن هناك التزام بين لبنان وإسرائيل لتطبيق هذا القرار. حاليا ومن خلال عملياتنا المستمرة في المراقبة لم نشهد أي بوادر لدخول إسرائيلي بري إلى لبنان، لكن الأمور تتغير بسرعة، غير أننا نأمل في التمكن من خفض التصعيد الذي نشهده في هذه الأيام الأخيرة. ينضم إلينا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية الأستاذ مصدق بور، من واشنطن مايك ميلوري النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ومن بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إلي إلياس. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من واشنطن مع مايك ميلوري. الجميع يسأل اليوم، أي مبادرة أمريكية حتى وإن كانت مشتركة مع فرنسا فيما يتعلق بجبهة لبنان، على أي قاعدة بأي شروط ستكون؟ أنا سعيد أن أنضم إليك وإلى ضيفيك الكريمين ومشاهديك. من الواضح أن الولايات المتحدة لا ترغب فقط التوصل إلى وقف الإطلاق النار ل 21 يوما بين حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية، لكن واشنطن ترغب أيضا في رؤية وقف الإطلاق النار في غزة. والمؤسف أنه يبدو أن هذا هدف يزداد صعوبة أكثر فأكثر. إذن هذه الجهود
تبذل، ويبدو أنه من المؤسف إذا لم يتغير أي شيء فيما يتعلق في الوضع في شمال إسرائيل، قد يؤدي ذلك إلى تدخل عسكري إسرائيلي في لبنان في غضون أسابيع، بينما يتم استدعاء جنود الاحتياط لتنفيذ هذه العملية. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء والشركاء ستواصل البحث عن سبل الكفيل بتجنب حدوث ذلك، تمشي كما ذكرتم مع القرار 1901. ويجب أن يكون هناك أيضا المساعي فيما يتعلق بوقف للقتال. نرحب بالأستاذ والدكتور إلي إلياس من بيروت، مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا دكتور إلياس. بأي قاعدة، وفق أي قاعدة سيتم التواصل؟ 1701 يقول بأن هناك علامات استفهام عليه فيما يتعلق بتنفيذه من قبل حزب الله وانسحابه أيضا، إن كان يرضي إسرائيل اليوم بعد كل هذا التصعيد. شكرا أولا على هذه الاستضافة. اسمح لي أن أقول شيئا أساسيا، أن القرار 1701 هو خلاصة عدة قرارات سابقة صدرت من أجل لبنان منذ العام 2004، حتى يمكننا أن نعود إلى فترة سابقة، وهي حين جميع القوى اللبنانية التي جلست إلى طاولة المفاوضات في مدينة الطائف في السعودية عام 89، حين أقرت ضرورة الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم، وأقروا اتفاقا يعيد الاستقرار ويوقف الأعمال العسكرية في لبنان. هذه القرارات كلها تشترط شيئا وحيدا، وهو إجماع لبناني على سلطة واحدة بإمكانها أن تنفذ ما اتفق عليها اللبنانيون. ولكن للأسف وثيقة الوفاق الوطني التي تحدث عنها التي أقرت في الطائف عام 89 لم تنفذ بالشكل المرجو منها لعدة أسباب، وذلك سمح لظروف الدولية أن يبقي لبنان ساحة لهذه الصراعات الإقليمية، خاصة من الجانب الإسرائيلي والجانب السوري، وكل ما كان يحدث حرب أو مناوشات أو صراع في المنطقة كان لبنان يتحول إلى ساحة لهذه الصراعات للأسف. لكن عام 2000 كان عاما استثنائيا، حيث انسحبت الجيوش الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي من الجنوب، وأيضا في العام 2001 تضافرت الجهود اللبنانية السيادية وأخرجت الجيش السوري من لبنان في العام 2005 تطبيقا للقرار الدولي 2004 الذي هو 1550. ولكن عدنا ودخلنا في صراع مباشر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عام 2006، وجاء القرار الأممي 1701 يقول أنه لا يمكن أن يعود الاستقرار إلى لبنان، ليس فقط من خلال تدعيم قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب أو إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، ولكن أيضا عبر تطبيق القرارات الدولية السابقة حين ذكر 1550، وأيضا أضاء على وثيقة الوفاق الوطني. وبالتالي ما أريد أن أقوله هنا أن صحيح أن القرار 1701 هو قرار إجماع دولي، وهناك بعض التفاصيل التي يجب أن يتم البت فيها، ولكن الشرط الأساسي لتطبيق أي اتفاق وخاصة كهذه الأنواع من الاتفاقات هو إجماع وطني لبناني، حيث يكون هناك سلطة واحدة. للأسف سيدي لبنان منذ العام 2005 وخاصة بعد حرب تموز لم تكن هناك سلطة موحدة، وبالتالي السؤال هنا في أي اتجاه المساعي الدولية الحالية التي تحاول إيقاف الحرب عبر تطبيق 1701، يجب الأخذ بالاعتبار أن في لبنان ليس هناك سلطة محررة أو سلطة سيادية. سأذهب إلى ضيفي من طهران وأسأله أيضا عن إلى أي مدى أستاذ مصدق إيران اليوم تضغط على الحزب للقبول بهذه التسوية أو العودة إلى 1701 والانسحاب من شمال الليطاني، حتى يكون لها مسار للعودة إلى الاتفاق النووي، خاصة مع سمعناه من بزشكيان في الأمم المتحدة والتصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى. نعم، شكرا، تحياتي لكم ولأبوكي الكريمين، شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد يعني موضوع القرار 1701 في إشكاليات يعني من وجهة نظر حزب الله، يعني هناك مشاكل أساسا ذاتية لبنانية ذاتية لا تمت بالصلة بإيران، وإيران في إجمالا هي تقول
أنا مع أي قرار يكون هناك إجماع وطني لبناني عليه، يعني بما في موافقة من المقاومة وموافقة من حزب الله. أساساً إيران لا يحق لها أن تتدخل يعني في مثل هذا القرار، وإن كانت متهمة بأنها هي طرف يعني مؤثر على جانب المقاومة، ولكن هذا موقف إيران. أنا أعتقد يعني هذا القرار ويحتاج إلى تحديث. يعني هذا القرار كما تفضل الأستاذ بالبيروت يعني هو مخاض قرارات عديدة صدرت وكانت دائما تفشل، وهذا القرار أيضا فشل بعد ذلك، ثم جاءت تطورات خارجية تركت هذه الصمات، وهي أيضا لعبت دور سلبي يعني في تطبيق هذا القرار. اليوم المقاومة تقول يعني لأن هذا القرار يعني من اشتراطات هذا القرار أو من شروط وبنود هذا القرار أنه تخلي المقاومة يعني عن صحتها أو التراجع إلى ما وراء الليطاني، وبالتالي المقاومة هي تسهل تقول أن السلاح الذي استطاع أن يطرد العدو الإسرائيلي من لبنان ويحرر يعني أجزاء من لبنان كانت محتلة كيف يجب أن تخلي عنه، وبالتالي يعني كانت هناك أزمات أيضا أمنية، تهديدات إسرائيلية ومناوشات أيضا، هذه أيضا لعبت يعني عوامل خارجية لعبت وأثرت على أخواننا اللبنانيين بمجملهم يعني شمالا وجنوبا ليس فقط، يعني أثرت وتسببت بمشاكل، وهناك دخول يعني بعض القوى الإقليمية، بعض القوى الأوروبية كفرنسا وحتى حتى إيران، يعني على أي حال يعني هذه أوجدت تعقيدة كبيرة. اليوم إيران أساساً هي لا تستطيع يعني أن تقول لحزب الله اقبلي بهذا القرار، ولكن عموماً مفاوضات. طيب كيف لا تستطيع وهي تمد الحزب بالأسلحة وتمده بأجهزة الاتصال حتى وإن لم تكن بشكل مباشر من إيران، والجميع يعلم ما حصل في تفجير الأجهزة البيجر والتي أصيب على إثرها السفير الإيراني الموجود في لبنان؟ لا صحيح، يعني إيرانية يتمدها، لماذا تمدها يعني بأسلحة ومعدات وحتى أجهزة اتصالات، ولماذا لا تسمع منها إن كانت تمدها؟ لا هي تمدها بسبب المواجهة مع إسرائيل، وها هي تواجه وها هو الحزب يواجه إسرائيل. أستاذ مصدق، اليوم إسرائيل تحاول أن تبيد الحزب بكل قياداته، ألا تتابع الأخبار واصطياد القادة؟ نعم أنا أتابع، ولكن هذه الأخبار منقوصة للأسف، يعني هناك تعتيم إعلامي كبير وهناك رقابة عسكرية في إسرائيل لا تسمح بخروج حتى صورة واحدة لما لأثار الدمار التي يحدثه الإخوان اللبنانيين في الأراضي المحتلة. يعني إسرائيل أيضا تتلقى ضربات، ولكن حزب الله نوعية الضربات تختلف، يعني ويستهدف يعني منشآت عسكرية، منشآت أمنية، ولا تستهدف الناس ولا تضرب بشكل عشوائي، يعني إذا أرادت أن تضرب بشكل عشوائي أيضا قادرة على أن تحدث خسائر بشرية كبيرة. إسرائيل اليوم تضرب يعني مجمعات سكنية من دون يدها مفتوح ولا أحد ولا محاسبة ولا شيء آخر، وبالتالي يعني الوضع يختلف. حزب الله أيضا هو يوجه ضربات، ثم هذا واحد. ثانيا إذا أرادت إيران حاليا في هذه المرحلة أن تدخل وتقف إلى جانب حزب الله، بالتأكيد هذه الرواية سوف يعني تكون مؤكدة يعني في أذان الرأي العام بأن هؤلاء يحاربون بالنيابة عن إيران، وبالتالي إيران تترك المقاومة لكي تنفرد في حربها مع إسرائيل، ويتمدهم يعني كما تمد إسرائيل، كما تمد أمريكا إسرائيل بالسلاح، إيران أيضا تمدهم بالسلاح ولا تتخلى عنهم، ولكن لا تريد أن يتهموا هؤلاء. هذا السبب. سبب آخر أن إيران تشعر أن حزب الله لم يصل إلى خطر وجودي، وإذا وصل حزب الله إلى خطر وجودي أنا سأعود عليك وأسألك عن الخطر الوجودي الذي قد يتعرض له الحزب. أستاذ مصدق، سأعود مجددا إلى واشنطن من هناك السيد مايك. يعني كلام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن هناك خطر اندلاع عن حرب شاملة بين الحزب ستكون نتائجها مدمرة للطرفين، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما. كيف للحل الدبلوماسي لا يزال قائما وفي نفس الوقت هناك حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات و700 مليون دولار من واشنطن لدعم الجهود العسكرية الحالية؟ كيف نفهم هذه التصريحات؟
هذه ملاحظة مهمة، والولايات المتحدة هي البلد الذي له أكبر تنفوذ على إسرائيل، وقد أشرت قبل قليل مساعد عسكري، ونحن أكبر مساعد لإسرائيل في المجال العسكري وكذلك على الصعيد الاستراتيجي. ولكن على غرار إيران فيما يتعلق بمساعدتها لحزب الله ودروعها، فهي لن تفعل ذلك، وهذا ينطبق أيضا على الولايات المتحدة التي لا يمكن أن توقف مساعدتها العسكرية لإسرائيل. أما المحاولة الأخرى من الولايات المتحدة لتوصل لوقف إطلاق النار في غزة أو تغيير طريقة العمليات العسكرية من قبل حزب أو الجيش الدفاع الإسرائيلي لن يكون لذلك أي تأثير. الولايات المتحدة ستواصل بغض النظر عن رئيسة وكان ديمقراطيين وجمهوريين الموقف المساند لإسرائيل. لا أرى أي من الطرفين يرغب في سحب دعمه العسكري لمن يدعمهم، وهذا يعود طبعا يكون ربما لخدمة أي مواجهة محتملة في المستقبل مع إيران. وإذا كان هناك رغبة في وقف ما يخطط له فيما يتعلق بالتدخل البري في لبنان، فهذا طبعا قد يؤدي إلى نشوب حرب شاملة، لأن إسرائيل يمكن أن تقبل بتسبب بالنزوح القسري لسبعين ألف من مواطنيها عن ديارهم، وبالتالي يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في لبنان. قبل أن أذهب إلى بيروت أستاذ مايك، يعني هناك من يرى بأن قيمة هذه المساعدات تعتبر بأنه على بمثابة ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل للدخول بريا إلى لبنان. طبعا أنا ربما أرى من يذهب في هذا الاتجاه. لا أعتقد أن إدارة بايدن ترغب في رؤية إسرائيل تنفذ عملية برية، ورغم ذلك فهي لن تسعى لوقف المساعدات العسكرية. لن أسمي ذلك ضوءا أخضر، وإنما هو مواصلة المساعدات العسكرية لإسرائيل، حتى وإن كنا نختلف معهم بشأن ما يحدث في لبنان، لأن هناك عامل آخر، وهو أن إسرائيل ستنظر إلى الولايات المتحدة وتقول لها لو حدث ذلك في الولايات المتحدة ماذا سيكون بوسع الولايات المتحدة تفعله، وسيكون طبعا الأمر مساندا لإسرائيل في ظل ما حدث في 7 أكتوبر. طبعا الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية تنفيذ عملية برية، ولكن هذا لن يدفع واشنطن لوقف أي مساعدة عسكرية لإسرائيل. طيب أعود مجددا إلى بيروت الأستاذ إلياس. يعني يقول لك ضيفي من طهران، بعد هذا الدعم الإيراني للحزب طوال السنوات الماضية، أن سلطة إيران على الحزب تهمة ألصقت لطهران وهي لا تتدخل في شؤونه أبدا. نعم سيدي، يبدو أن ضيفك الكريم لم يقرأ جيدا الوثائق والرسائل والمستندات التي أطلقها حزب الله حين تأسس في بيروت، وحين أعلن علنية انتمائه وأنه جزء لا يتجزأ من النظام الإيراني الحالي. وبالتالي لا أعتقد أن ما يحصل الآن هو فعلا قرار خاص بحزب الله. إن عملية 8 أكتوبر، أي الحرب التي بدأها حزب الله بإطلاق صواريخ بحجة مساندة غزة والشعب الفلسطيني، لا أظن أنها كانت قرار ذاتي لحزب الله، لا بل خطأ حسابات منه ومن إيران. أعتقد أن الكل كان يتوقع أن الحرب التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر هي حرب تشبه لأكون أكثر دقيقاً، المعركة التي بدأت في حساباتهم هي معركة تشبه كل المعارك السابقة منذ 2005 منذ أن استولت حماس على غزة. ولكن للأسف أن هذه الحسابات كانت خاطئة، خاصة مع هذه الحكومة التي يترأسها نتنياهو. هناك إصرار على تغيير الواقع كما يقولون، وتغيير الواقع في الشرق الأوسط. دعني أجيب على ماذا يحصل في المفاوضات في نيويورك. صراحة كل المتابعين يشعرون أن هناك سيناريو واحد يتكرر بين غزة وبين لبنان. للأسف كل الحديث حين بدأت المعركة
معارك في غزة، عن وقف إطلاق نار أو إيقاف العمليات العسكرية لساعات، ثم الذهاب للمفاوضات لإيجاد حل مؤقت أو لفتح مجال للمساعدات الإنسانية أو ما يتحدثون عنه من هدنة، لم ينجح. وللأسف كل المؤشرات تقول أن هذا السيناريو سوف يتكرر في لبنان، حيث الكل كان يتوقع النهاية التي وصلت إليها المفاوضات حتى هذه الساعة في نيويورك. أستاذ مصدق، إذا كان الحزب اليوم وبعد 10 أشهر من الاغتيالات المتوالية لقادته وكوادره وغير قادر على كشف هذا الاختراق الداخلي ومعرفة الجواسيس الموجودين داخل الحزب اليوم، أو تغيير خططه وتحركاته فيما يتعلق بالعمليات ضد إسرائيل، كيف له أن يحمي كل لبنان؟ وكيف له أن يقف باتجاه ما تملكه إسرائيل اليوم من تكنولوجيا؟ نعم، بداية أريد أن أوضح، أنا لم أقول أن إيران أساساً ليس لها أي شأن بحزب الله ولم تساعد أداء. إيران ساعدت حزب الله ومدتها بالتكنولوجيا، ولكن لا تتدخل في ما يتعلق ب، لكن أنا أتحدث، نعم أتحدث في هذه المرحلة، في هذه المرحلة الجارية. أما موضوع الاختراقات، نعم هناك اختراقات موجودة على الأرض، هذا شيء طبيعي في كل مكان، حتى في داخل إيران، في سوريا، حتى في داخل إسرائيل، يعني هناك أفراد جندتهم إيران، وبالتالي موضوع الاختراقات ليست يعني ظاهرة طبيعية، ولكن إسرائيل متفوق سيبرانيا، متفوق يعني في الحرب الإلكترونية، وهي عندما تفجر يعني البيجرات والهواتف المحمولة، يعني هذا ليس اختراق يعني داخلي. لا بس أنا طرحت عليك هذا السؤال أستاذ مصدق لإجابتك الأخيرة بأن الحزب لم يصل إلى مستوى الخطر أمام إسرائيل، يعني على الرغم من ما يتعرض له اليوم. نعم نعم، إذا وصل الحزب إلى مستوى خطر، أنا أعتقد إيران بالتأكيدية سوف تتدخل بطريقة ما، ولكن ليست إيران هي الوحيدة التي سوف تدعم هذا الحزب. إيران تدعم هذا الحزب منذ 50 عاما، أنواع الدعم المالي، اللوجستي، الأمني، الاقتصادي، وما إلى حتى التجاري وما إلى ذلك. ولكن هناك أطراف أخرى أيضا تدعم هذا الحزب من دون شك. هذا الحزب أيضا لديه أطراف، لديه حواضن في دول أوروبية، ولديه منابع مالية تصله يعني من اللبنانيين في جميع أنحاء العالم، وهم مشغلون في التجارة ولديهم مكنة مالية قوية جدا. الحزب يعني مصادر أموال الحزب هي قوية جدا. يعني إيران يعني موضوع هذا الحزب، حماية هذا الحزب، يعني كما قلت إيران وطرف، ولكن هناك أطراف أخرى بالإضافة إلى ذلك. يعني حاليا حسب المعلومات المتوفرة، يعني حوالي هناك 40,000 مقاتل متطوع، هؤلاء يعني متطوعين ومتواجدين في المنطقة، هؤلاء رهن إشارة الحزب. يعني إذا ما شعر الحزب بأن إسرائيل تريد أن تدخل برا، ربما هو سوف يستبق هذه الأحداث، وهو يدخل إلى الجولان ويدخل إلى الجديد. هذا الشيء واضح، يعني هؤلاء شكراً. موجودين ومستعدين للقيام بأعمال انتحارية وما إلى ذلك، وبالتالي يشكلون قوة كبيرة. يعني الحزب إذا شعر حاليا، كما قلت الحزب يوجه ضربات، لكن للأسف هناك تعتيم وتضليل إعلامي لا تصل هذه الصور وهذه الإنجازات. شكراً لك. إلى غير. من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية الأستاذ مصدق بور، ومن واشنطن كان معنا مايك ميلر النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ومن بيروت كان معنا مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية دكتور إيلي إلياس. شكرا جزيلا لكم جميعا على كل هذه الإيضاحات. خلال كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة، مطالبا بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات، بالإضافة لعدم السماح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة. لقد أعادت إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله ودمرته بشكل شبه كامل، حتى يصبح مكانا غير صالح للحياة. الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة
والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أولا. ثانيا إدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية، لأن غزة لا يوجد فيها شيء من الماء إلى غير ذلك، لا يوجد شيء، هم بحاجة إلى كل شيء، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة. ثالثا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضيه. قطاع غزة كله على بعضه 7 كيلو في 40 كيلو، إسرائيل بدها هاي شقفة من هون وشقفة من هون وشقفة من هون، لن نسمح بأخذ سنتيمتر واحد منها. كما طلب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين مؤكدا أنه لا رغبة في محاربة إسرائيل ولا توجد إمكانية لذلك. بدنا حماية لأنه إحنا لا نحارب إسرائيل، وليس لدينا الإمكانية أن نحارب إسرائيل، وليست لدينا الرغبة أن نحارب، ولكن على الأقل نريد حماية أولادنا وأهلنا ونسائنا، نريد حماية دولية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في حي الفلوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. على مدرسة الفلوجة في مخيم جباليا استهداف صاروخ 16 على مدرسة الفلوجة في مخيم جباليا. على مدرسة الفلوجة في مخيم جباليا استهداف صاروخ 16 على مدرسة. ماريا بن عادل تستكمل معكم التغطية على رأس الساعة، إلى اللقاء.